في تسجيل هدف ثالث فراء من ابو بكر بن صوم ابو بكر بعد تمريره جيل الثنائي الذي صنع تفوق الكاميرون في هذه المواجهه في الهدف الثالث، ثم ابو بكر يرد الهديه ان صح التعبير لجيل في الهدف الرابع الذي كان لا يقل روعه عن الاهداف الثلاثه الاخرى التي احرزها الكاميرون في مرمى الكوت ديفوار. هذه لقطه الإصابة التي تعرض لها سيرجي أورييل الظهير الأيمن المنتخب الإيفواري لباريس سان جيرمان بعد اصطدام مع بياقة الفريق الكاميرون، يبدو أنه ارتجاج على مستوى الجمجمة هو ما حدث فعلا لسيرجي أورييل الذي غادر سريعا أرضية الملعب يتوجه إلى أقرب مستشفى هناك في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وسنمدكم بالجديد بطبيعة الحال. نحاول أن نتعرف على آخر الأخبار.